حضرت موقف بس شخصي انا يمكن تعرضت له من كام يوم، شفته قدام عيني. طفل كان بيحتاج كيس دم، ولغايه ما الكيس جاله وقعدوا يسالوا في اماكن كتير عشان النوعيه دي تيجي، نوع الدم ده يجي له مخصوص وكده. والله العظيم بالظبط كده، يعني الطفل توفى قبل الكيس ما يجي بنص ساعه، فعشان طبعا مش متوفر عندنا الدم. فلو الطفل ده ابن او اخ او قريب لاي حد، اكيد حتى هيبقى حاسس، ربنا يحفظهم كلهم طبعا. بس احنا علينا كلنا في وقفه، احنا فعلا محتاجين الوقفه دي. و يعني بعيدا عن اي افكار في دماغ اي حد، لازم في الموقف زي ده لما تبقى بلدنا محتاجه لنا او عندنا موقف ولادنا محتاجيننا بجد، لازم كلنا نتحد بعيدا عن اي حاجه في الدنيا، ونحط ايدينا في ايدين بعض. يوم 23 فبراير يعني حضرتك بتقولي ان حاسه ان الرقم ان احنا نجمع 110,000 متبرع، احنا هنقعد تاني القعده دي باذن الله وهنشوف ان الرقم اكبر، لان انا ثقه كبيره في ولاد مصر. حضرت أقوى موقع فني في مصر.